عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه طيبين. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. النهارده هنشتغل تمارين البطن العلويه. احنا اشتغلنا التمارين اللي فاتت تمارين البطن السفليه، دلوقتي هنشتغل العلويه اللي هي موجوده من فوق. اوكي، التمارين دي مهمه جدا. هنتمرن مع كابتن انس صلاح بطل العالم في الكيك بوكسنج. اوكي، نام يلا. ايدي لمسه دماغي، مش ضغط على فقرات الرقبه من ورا. هبدا اعد فوق، مش هطلع طالع جنبه. واحد، اثنين، ثلاثه، سبعة، ثمانية، تسعة. اوكي، احنا دلوقتي اشتغلنا 10 عدات، ممكن مع الوقت بعد كده نبدأ نزود العدات دي أكتر. هنشتغل 4 عدات، 4 مجاميع، كل اللي مجموعة و10 عدات، اوكي؟ ممكن نوصل بعد كده ل 20 و30، بس احنا بنتكلم احنا لسه بيجينا، فما ينفعش احنا نزود التمرين بتاعتنا. التمرين الجاية هطلع فوق بس هظبط بطني شوية، صح؟ واحد، ثابت، اثنين، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، خمسة، سبعة. أهم حاجة تبقى نفس الوزن. ثمانية، تسعة، شد بطنك تحس لعضلات بطن العلوية تبقى تسعة. اوكي، نفس التمارين برضه هنعملها 4 مجموعات، كل مجموعه في 10 عدات. اوكي، شكرا.